السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا طلاب جينيوس أونلاين سكول في أول حصة مراجعة علينا النهاردة. هنراجع على درس أنا أستطيع، وكمان حروف تنطق ولا تكتب، وكمان اكتشف مهاراتك وأقسام الكلام. يلا بينا يا شباب هنراجع مع بعض أول درسين قراءة. أول درس قراءة معايا كان بيتحدث عن أنا أستطيع. هذا الدرس كان يسرد لنا أن البطل القصة كان حزينا في البداية لأنه حصل على درجة ضعيفة في الاختبار، تمام؟ وأنه كان متضايق جدا، ولكن المعلمة تحدثت معه وقالت له أنك سوف تحاول أن تغير هذه النتيجة باجتهادك، وفي الاختبار المقبل تحصل على تقدير أحسن. ولكن الولد كان يشعر أن الجميع يقول له أنك فاشل، أنك فاشل، وأنه لا يستطيع. إيه يا شباب؟ أنه بهذا الدرجة وصل إلى مرحلة الفشل. يلا نشوف كده أول سؤال مع مالك. كيف يتصرف بطل القصة حين يواجه أمرا صعب؟ كان بيعمل إيه يا مالك؟ يمس يلا أنا هسأل الأسئلة اللي على كل فقرة، وإحنا هنجاوب من الفقرة يا شباب. يعني كيف يتصرف يا مالك بطل القصة حين يواجه أمر صعب؟ كان بيعمل إيه؟ كان بيقول إيه؟ لا أستطيع فعله، كان بيقول إيه؟ كان بيقول يمس أنا أستطيع. أنا أستطيع يا ولادي بقى. إذا عندما كان يواجهه شيئا صعب كان يقول أنا أستطيع. كان بيقول إيه يا ولاد؟ أنا أستطيع أنا أنا أستطيع. أستطيع تمام، اللي بعده يا آدم، ماذا فعلت المعلمة مع بطل القصة يا آدم؟ أما عملت معاه إيه؟ عملت يمس معاه حاولت إيه؟ يلا اقرأ من هنا. حاولت أن تتحدث معه. مشيت، حاولت أن تتحدث معه كي لا يتضايق، وأنني يمكنني أن أحسن تقدير الاختبار المقبل، لكنني كنت أشعر وكان الفصل كله يقول لي أنني فاشل. برافو عليك. طبعا هنا المعلمة حاولت تتكلم معاه وتفهمه ان هو يقدر ان هو يحسن من درجته، ولكن هو كان شايف ان ايه، ان الجميع يرى انه فاشل. يا شام يا قمر، ماذا طلبت المعلمة من التلاميذ؟ طلبت منهم ايه يا شام؟ قسمت المعلمة الفصل إلى مجموعات وطلبت من كل مجموعة أن تصمم كتيبا صغيرا عن بعض الحيوانات الغريبة. برافو. السؤال اللي بعده حمزة، لماذا تعجب بطل القصة من طلب المعلمة؟ ليه تعجب؟ لماذا تعجب المعلمة في القصة؟ لأنه إيه؟ لأنها اختارته إن هو يكون الإيه؟ فكرته انه اكون قائد المجموعة. برافو عليك، لأنها اختارته أن يكون قائد للمجموعة رغم إن هو حاصل على تقدير ضعيف. فالولد قال أنا عايز أرفض، ولكن صديقه حسن قال لو ألا تتذكر ما تقول معلمتنا دائما هو أن الله خلقنا جميعا مبدعون باختلاف. السؤال اللي بعده هدى عبد الستار، دودو قوليلي لماذا لم ينقذ الرجل حصانه؟ قصة الحصان بقى ننتقل ليها يا هدى. ليه الراجل ما أنقذش حصانه؟ لأنه قال إن هو إيه يا هدى؟ تيتشر هدى خرجت. نعم يا مس، لماذا لم ينقذ الرجل حصانه الذي وقع في الحفرة؟ عشان الحصان خلاص كبر في السن، فالراجل الحصان كبر في السن، فالراجل فضل سابه وفضل يرمي عليه تراب، بس الحصان ما فقدش الأمل وفضل يشيل التراب من عليه لحد ما الحصان طلع من الحفرة.
تمام. طيب هو ليه قرر ان هو ما يطلعهوش يا هدى؟ لانه كبر في السن ولن يستطيع الخروج من الحفرة بنفسه، لان الحصان ايه؟ كبر في السن ومش عارف يطلع نفسه من لن الحفرة. يستطيع الخروج بنفسه. تمام. آدم، كيف استطاع الحصان الخروج من الحفرة؟ امتى استطاع ان هو يخرج من الحفرة يا آدم؟ أدهم، أنا آسفة، ده أدهم اللي عليه الدور. آدم سألته، فين أدهم؟ ماشي نعم وأدهم ما دخلش؟ نعم أي أدهم، كيف استطاع الحصان الخروج من الحفرة يا أدهم؟ كان كلنا أقوى على التراب نهضوا على الوجه. إيه؟ كان كلما أقوى عليه كلما اللي هو الراجل هو كبير لما ألقى اللي هو بيقول عليه التراب كان بيعمل إيه؟ ده نفضه عن بس انا عارف هو بس عارف افتح بقى هو بيكمل. دي نفس الجزئية دي الجزئية اللي فوق. اه ايوه برافو عليك. اللي هي ايه؟ كلما القى عليه يا ادم. طب قولها حسب فهمك يا ادم، يا ادهم قصدي، قولها حسب فهمك. لما كان بيرمي عليه التراب كان بيشيله علشان يعرفه. كان بينفضه من على وجهه يقع تحت رجله فيرتفع لأعلى فاستطاع القفز من الحفرة. يبقى يا ولاد أسامة كان يقوم برمي التراب عليه، كان ينفضه من عليه حتى ارتفع التراب من أسفله، بقى هو يرمي التراب والتراب يرفعه لأعلى لحد ما قدر إن هو يقفز من الحفرة ونجا الحصان من إيه؟ من الموت في الحفرة. يلا يا أحمد قولي ماذا طلب حسن من صديقه آسر؟ ماذا طلب حسن من صديق فاتر؟ نعم يقول لك هو قاعد في بيته بيخش له في مامنت المهم كان في اليوم. انا بتكلم على الايام اللي الدنيا واقفه فيها دي. هيبقى مس وقال له سب بنفسك. برافو عليك. ايه قال له ايه؟ ثق بنفسك وبقدراتك، وان الشخص الذي يخاف تسلق الجبال لا ثق يستطيع. بنفسك بقدراتك، فأنت رائع. الشخص الذي يخفي تسلق الجبال لا يستطيع الوصول إلى قمة سطح دوما في القاع. برافو عليك. وفجأة قطع حواري مع صديقي صوت المعلمة. طبعا المعلمة إيه؟ قالت ماذا يا آسر، هل ترفض أن تكون قائد للمجموعة؟ الولد قال لا يا معلمتي وبالفعل أكمل. ما الدليل على إن آسر غير رأيه؟ إن هو قال للمعلمة إيه يا ولاد؟ أنا أحب. طبعا قال للمعلمة لأ، بالفعل وافق على أن يكون قائد وقسمنا الأدوار. بدأوا يا ولاد يقسموا الأدوار. تعالوا بقى نشوف تقسيم الأدوار. ماذا يحب آسر يا هدى؟ هدى حمودة، آسر بيحب إيه؟ يا مس آسر كان بيحب إيه؟
الراس. برافو عليكي. طيب وأحمد، أحمد ومريم، أحمد بيحب إيه؟ أحمد يحب الكتابة. أحمد يحب إيه يا هدى؟ الكتاب. طيب ومريم؟ مريم قراءة، القراءة والبحث. مريم إيه؟ تحب القراءة والبحث. برافو عليك يا هدى. يلا يا مصطفى. تمام. متى استرد آسر ثقته بنفسه؟ عندما إيه؟ عندما شعر بالفخر بنجاحه واسترد ثقة، حينها كده بقى استرد ثقته بنفسه. برافو عليك. طبعا لما الايه، لما المشروع بتاعهم ده نجح طبعا وقدموه وحصلوا على اعلى الايه، والحصول على اعلى التقديرات. تمام. محمد سمير، قل لي ماذا تعلم آسر من هذه التجربة؟ آخر سطر، تعلم ان الفشل ايه، تعلم لا، الفشل لا يعني نهاية الحياة، بل يكون أحياؤنا أول خطوة في طريق النجاح. برافو عليك. مين محمد الأخير ده؟ ده محمد مين؟ أنا مس لا مس أنا محمد، آه أنا عارفة إن أنت مفيش محمد، محمد مرة، مفيش محمد تاني. بس في محمد تاني أهو. أنت برضو لا موجود لسه، مين محمد الأخير ده يا ولاد؟ مش عارف، مش ده أول عارف مرة أشوف، والله. مش عارف، لا فهمت. هو ده طالب جديد معانا؟ طيب تقريبا يا ناس. الو، ممكن تفتح المايك؟ لا همس دي مش طالب، مالو؟ ليه داخل كده ولا ايه؟ عندها يا ناس؟ مش هو عارفة كان اقول. حد يقول مع انتوا تاني يا ناس؟ عندها يا ناس؟ يلا نقفل المعاني ونسمع مع بعض معاني الدرس يا ولاد. مين هيقول لي اول واحد؟ يلا يا انا احمد. ادم ناس، مش انا ادم. مثل ما مثلا غلطتش، يا ناس، مثل مثل برضه يا ناس. يوم ما قلت كلكم هتتسألوا، كلكم هتتسألوا، بس عايز الشطارة دي تبقى في تمام بس المعاني، انا مش هقدر عشان انا اقول. قايلة اسم ميس الاختبار. محمد هعرف التاني يا رفع ناس. ايده، ميس محمد التاني رفع ايده. ايوه يا ماس، محمد. الو يا ميس انا اول واحد يا ميس قلت ان انا اللي هتسمعيني. انا يوسف على فكرة دخلت اول واحد وما سألتنيش خالص. حاضر. قولي يا ميس، ايوه سألت انا اول واحدة عايز هختار اقول لك ما تكتبيش كده عشان ما نبوظش الادوار لو سمحتوا، لو سمحتوا ما بحبش الزحمه. ميس. انت قلت احمد الاول. ايوه عشان انا همشي بترتيب الزوم. ممكن يا احمد تقول لي حبيبي كلنا هنجاوب والله. ما معنى الفخر؟ الفخر، التباهي. برافو عليك يا ايسل. نعم، قولي لي يلا يا سكره، ما معنى فراغنا؟ أنهينا. برافو. هدى حمودة، ما معنى حاسم؟ أوامس حاسم قاطعة. قاطع. برافو عليكي يا يوسف، معنى يستسلم؟ نعم يا مس. يخضع، يخضع مثلا. برافو عليك يا شام، معنى العزيمة؟ الإدارة والتصميم. لا، الإرادة القوية معنى العزيمة يا شام، نعم الإرادة القوية. تمام يا مس. تمام. آدم، قل لي معنى أيقنته. كنت أيقنت يا مس ثانية. آه والله مش عارفة والله ثانية. تمنيت لا، انت لسه بتتمنى. ثانية 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 ثانية. عرفت عرفت. ماشي قوليها كده تاني. ايقنت تأملت. لا غلط يا ادم.
أيقنت تأكدت. أنا أيقنت إيه يا آدم؟ أكدته. اللي بعده جوري. ينفع أعمل سؤال تاني؟ ماشي بس ثواني مستر كده، وبعد محمد كده هرجع لك بقى في محمد الدرس اللي بعده. مصطفى محمد اللي اسمه محمد، محمد اللي داخل معايا باسم، محمد إيهاب محمد يا بعت على الجروب بعد قد بعت على الشات شات فين الشدة؟ بعت اللي هو محمد إيهاب. على شات الزوم بس ان هو ما اسمه محمد إيهاب. اهلا وسهلا يا محمد، طب افتح المايك يا حبيبي. يا مس يمكن هو مش عارف ازاي يفتح المايك. اضغط على علامة السماعة اللي مكتوب عليها اوديو تحت على الشمال، اول علامة يا محمد. ولو انت شغال من اللابتوب ممكن تدوس Alt وبعد كده ايه؟ طيب هو مش عارف يفتح المايك. طيب يلا نشوف اللي بعده. جوري قلنا يا جوري ما نعم، الإصرار؟ العزيمة والإرادة. لا الإصرار. مالكم في الفت خامس؟ هزعل النهارده. التصميم. ايوه برافو عليك، الإصرار التصميم. يلا يا مصطفى، يلا يلا يا طاطا، قول لي ما معنى قدرات. معنى قدراته قدرات. تقاط. تقاد. برافو عليك. حمزة، ما مضاد الغريبة؟ ما مضاد الغريبة المألوفة. تمام. الغريبة المألوفة. يلا اللي بعده. برافو عليك يا حبيبي. محمد سمير. محمد إيهاب بعت على الجروب اللغات افتحي لي المايك. طب ما انا عمالة ابعت له وافتح له والله يا بدل المايك ما بعتش. انا اللي بقول له افتح المايك، انا اللي بقول له محمد اها سمير افتح المايك. محمد سمير مضاد خمس. يستسلم. استسلم برافو عليك. يقاوم استسلم يستسلم ضدها ايه بقى؟ يلا قول. يقاوم. استسلم بقول لك مضاد يستسلم. ايه ايه يقاوم يقاوم يقاوم. برافو عليك. يلا يا آدم، ما معنى حاسم يا آدم؟ يا آدم آدم، ايوه بس ايوه، ايه معنى حاسم؟ معنى حاسم. حاسم معناها يا بس انا عودت لك سؤالك اهو. حاسم قاطع. حاسم قاطع. برافو عليك. يلا يا مالك قول لي مضاد تسلق. هبوط هبوط. أنظر معاذ. برافو عليك. معاذ قول لي ما مضاد القمة. ألقى برافو عليك يا معاذ. يا هدى عبد الستار قول لنا مضاد ثق. أمس مضاد ثق. تشكل برافو عليك يا دودو. تشكك. يلا نجيب الدرس اللي بعد يا اولاد. وهو اسمه ايه؟ يلا مين هيقول لي؟ مس انا مس هقول مس لك. مس. مس صفحة 40. مس صفحة 40. اكتشف مهاراتك اكتشف مهاراتك. اكتشف صفحة مهاراتك 40. صفحة يلا يا ولاد 40. اكتشف مهاراتك على طول يا ولاد. كان بيتحدث هذا الدرس عن ايه؟ عن رحلة التخييم. عن ايه يا شباب؟ رحلة تخييم. رحلة التخييم. تخييم. يلا بسرعة عشان هنراجع على الأسئلة بتاعته. مين اللي نظم رحلة التخييم يا ولاد؟ تعالوا هاتوا بقى الأسئلة بتاعة الدرس ده على طول ونراجع منها.
الأسئلة جميلة جدا وهتفيدنا خالص في المراجعة. يلا، أول سؤال كان بيقول إيه يا شام؟ مين اللي نظم رحلة التخييم الجميلة بتاعتنا؟ نظمت المدرسة رحلة التخييم وكان موعدها في الإجازة الصيفية. برافو عليكي. يلا يا جوري، كيف كان للمعلم دور في تشويق التلاميذ للمخيم؟ نعم، كيف كان للمعلم دور في تشويق التلاميذ للمخيم؟ حدث المعلم التلاميذ عن إيه؟ حدث المعلم التلميذ عن الجمال المكان وما أعد لهم البرامج مليئة بالأنشطة. برافو عليك. يلا يا أيسل، لماذا رفض بطل القصة أن يتحدث عن رحلته الولد لما راح يا أيسل؟ يلا تقدري بقى تشرحي لنا يا أيسل الجزئية اللي بعد كده. الولد لما أيوة. إيه اللي اتفاجأ بيه هناك؟ إن هما عبارة عن إيه؟ بيعملوا إيه؟ كل واحد بيمارس إيه؟ كل واحد بيمارس هوايته المفضلة، بس هو كان متردد وكان حاسس بالخجل والإحباط، فهو كان عايز الوقت ينتهي بسرعة وما كانش، أو اختار هو مهارة التفكير بالطين، كان عايز الوقت ينتهي بسرعة عشان يروح للبيت. بعدها لما راح للبيت بابا سأله أنت إيه اللي حصل عشان يزعل كده. برافو عليك. بسم يعني ايزك، الله، بيقول لك ممكن يجاوب. اه طبعا ممكن يجاوب. يلا حبيبي هفتح لك المايك. محمد ايهاب، افتح المايك يا حبيبي. ايوه مس، السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. ازيك يا محمد؟ كويس الحمد لله. اهلا وسهلا بيك في جينيوس اونلاين سكول. انا مس اميره، معلمه اللغه العربيه. اوكي، يلا يا بطل، تعال قولي، لماذا رفض بطل القصة أن يتحدث عن رحلته مع والديه عندما رجع إلى المنزل؟ ليه رفض؟ عشان ميسي كان متضايق وكان معوش مهارة. أيوة، لأنه يشعر بالخجل والإحباط، فهو لا يمتلك مهارة مثل زملائه. لأنه لا يمتلك إيه؟ المهارة زي زملائه. مثل زملائه. برافو عليك. ركز معانا بقى يا بطل واحنا براجع جزئية جزئية. قول لي، حافظ المعاني؟ يعني حافظهم. تمام. احنا كل مرة بناخد درسين، يعني النهاردة هقول لكم الحصة الجاية ان شاء الله احنا هنسمع ايه، فانت تحفظوا المرة الجاية وتسمع مع زمايلك. اتفقنا؟ تمام اوكي يا مس. تمام يا حبيبي. يلا اللي بعده، يوسف، كيف تعرف بطل القصة مهاراته؟ كيف يتعرف مثلا على قصة مهاراته؟ التحفظ بدون تربية، اكتشاف من خلال بدورة تدريبية. ركز يا يوسف، التحق بإيه؟ بدورة تدريبية، اكتشف من خلالها ان لدي مهارات مثل الكتابة والتمثيل. برافو عليك، مثل الكتابة والتمثيل. برافو عليك. طيب بعد كده نقول لمين؟ قول لمالك، بما تنصح زميلك الذي لم يكتشف مهاراته حتى الآن يا مالك؟ أن يتعرف على مهارات جديدة. برافو عليك. طب يلا نخرج بسرعة، ممكن يا شباب نخرج بسرعة وندخل تاني على نفس اللينك. أيوة.